مشاهدينا السلام عليكم واهلا بكم الى موجز الاخبار من قناه الشروق. انتقد حزب المؤتمر الشعبي قرار اعتقال امينه العام علي الحاج، وكانت السلطات السودانيه اعتقلت علي الحاج على خلفيه بلاغ اتهام مع اخرين بتقويض النظام الدستوري ومشاركته في انقلاب اطاح بحكومه رئيس الوزراء صادق المهدي في العام 89. أكد رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان عمق العلاقات بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث خلال لقائه وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة شعبي البلدين ويعزز برامج التكامل الاقتصادي المشترك. قال والي البحر الأحمر إن غياب التنمية وتفشي البطالة وسط الشباب وراء حدوث بعض الاحتكاكات بالولاية. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوخ خلال اجتماعه مع حكومة البحر الأحمر ببور السودان أكد أهمية وضع مشروع قومي يعالج كافة التحديات والتعامل مع قضايا البحر الأحمر بشكل استراتيجي. أكدت عضو المجلس السيادي عائشة موسى التزام الحكومة بتحقيق العدالة لشهداء ثورة ديسمبر، وقالت لدى لقائها وفد منظمة أسر شهداء الثورة إن الثورة ماضية في تحقيق شعار الحرية والسلام والعدالة، وأشارت إلى أن الوضع الراهن يتطلب التكافل لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. أكدت حكومة شمال كردفان دعمها لبرامج التنمية الإفريقية التي تهدف لتعزيز مشروعات التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال لقاء والي الولاية وفد البنك للتنمية الإفريقية الذي كشف عن تخصيص منحة تقدر بحوالي 43 مليون دولار لتنفيذ مشروعات حدة الفقر بشمال كردفان والنيل الأبيض. انتهى موجز الأخبار، قدمناه لكم من قناة الشروق. لمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقع القناة على الإنترنت الشروق.net. وإلى اللقاء.